الشخص المذكور أو الموجود عفوا في الصورة المصغرة هو من ضمن الأشخاص الذي أنكر وجود الإمام علي عليه السلام أو وأنكر وجود قبر الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف. لذلك لنستمع إن شاء الله إلى الرد من السيد الفاضل السيد رشيد الحسيني على هذا الإدعاء الذي أخذه الصرخية من الوهابية. نستمع لتمام الكلام ونقول صلى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وآل البيت حتى تحل علينا البركة. نستمع ونعقب وخليكم معي. الأخ محمد يقول بعض القنوات الفضائية أو بعض الصفحات الإنترنت البعض يشكك في بقبر أمير المؤمنين في النجف الأشرف. هذا الكلام في الواقع إخواني إحنا كل مرة عندنا فتزوبعة تطلع عنا زوبعة، شايفين زوبعة يعني تجينا فرد حكاية فد ترها من الترهات فد خرافة من الخرافات تأخذ مداها. وهذه الآن مجموعة حسب تعبيرنا لا علم لا فهم لا ثقافة لا فقاهة يردون يجلبون أنظار الناس إلهم، يعني يردون يثيرون حتى نقول ها منو قال فلان، والله فلان جماعة حتى يبرزون. وعندنا رواية يقول خالف تعرف، خالف الناس حتى الناس يعرفونك. إنسان من يسوي أشياء حركات غير مألوفة يشتهر بين الناس، والآن إذا تشتهر سوي حركة معينة في الشارع شوف الفيسبوك والكذا بسرعة يصورونك وتنتشر. مثل هذا الرجال سمعتوه، هذا التافه يجيب كلمات تعبانة وكلمات سخيفة وألفاظ بذيئة حتى يضحك الناس وصار مشهور والناس تاخذ معاه على حال صور. إنسان أن ينعرف كل شيء يقدر يسوي. واحد منهم هذا أنه والله منو قال أن أميرنين مدفون بالنجف، وعندنا روايات كثيرة أن الإمام الصادق جاء إلى النجف ووقف عند قبر أمير المؤمنين في الذكوات. الذكوات هي منطقة النجف، وزار عليا بهذه الزيارة المعروفة المعتبرة، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذه الزيارة المعروفة بأمين الله هي زيارة الإمام الصادق لجده أمير المؤمنين في النجف. نعم كان قبر الإمام مستورا من الأعداء، من النواصب، من الذين كانوا يلاحقون عليا حتى في قبره ولكن جاءت الحوادث وجاءت الظروف حتى أنه كشف عن قبره الشريف في هذه المنطقة المعروفة. وروايات كثيرة إنصافا، لو تشوفون روايات اللي ترتبط بوادي السلام ووادي الغري وظهر نعم وعلى أي حال ظهر الكوفة، ولا بأس واحدهم يقرأ هذا الكتاب، كتاب فرحة الغري. شوفوا ماذا يتكلم عن الروايات التي تثبت أن الإمام هنا قبره الشريف. هسه واحد جاي ما أدري من وين مدفوع له فلوس، من وين دافعينه حتى يسوي تشويش. هؤلاء إخواني ما أدري سامعين القافلة تسير وعلى حال القرآن هم يصف هؤلاء، القرآن يصف هؤلاء يقول مثله كمثل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أكو ناس إحنا مو يمهم، ولا الحوزة يمهم، ولا المرجعية يمهم، بس هم فهؤلاء أفضل شيء التجاهل. يعني لو واحد سألني سيدنا شنو حل أن واحد أقول له تجاهله لا تدير له بال هو يروح. هذه الترهات هذه السخافات التي تطرح بين فترة أخرى
ما يحتاج لا أتعب أعصابي ولا أخذ وقتي ولا أنطيهم قيمة ولا أنطيهم حسب تعبيرنا اعتبار وأجي أقول نعم أن الرواية الكذائية قالت لا لا لا، قضية واضحة. وإذا أحببتم أن تراجعوا بعض هذه الكتب التي قلتها فإنها أفضل دليل على ترهات هؤلاء. حياكم الله من جديد إخواني أخواتي. طبعا كل كلام السيد رشيد الحسيني هو كلام علمي مستند إلى القرآن الكريم، والأمثلة الموجودة هي أمثلة من القرآن الكريم. السيد رشيد الحسيني يريد أن يبين أن هناك أشخاص هدفهم الوحيد التفرقة، هدفهم الوحيد فقط وفقط أنه يكونون معول لضرب التشيع من الداخل. دائما ما أقول هذا الكلام، الشخصية التي أو الشخص أو يعني المجموعات اللي تكلمت بهذا الكلام ضمنهم طبعا هذا اللي بالصورة المصغرة هم الوهابية، وأيضا مجموعة من الصرخية. هذا الشخص أحدهم كان في بث مباشر سأل قال له أنت ليش ما تكون سني، ليش ما تتحول عن التشيع؟ فقال كيف أضرب عقائد الشيعة، وهذا النقل من أحد الثقات يعني نقل هذا الكلام، يقول كيف أضرب التشيع من الداخل إذا كنت أنا شخص أو إذا تسننت أو إذا كنت وهابي. فهؤلاء معول يريدون ضرب التشيع لا بدليل لا بحجة لا ببرهان أبدا، فقط لنقول إن الإمام عليه السلام غير موجود. زيارة أمين الله هي من أكثر الزيارات، أكثر زيارات اعتبارا.